تحية طيبة للجميع، نمر إلى التمرين 30 صفحة 205. عندنا نقطتين A B، إحداثيات ديال A هي 5 ناقص 4 B ناقص 1 7، والمستقيم ديال المعادلة 4 إكس زائد 6. السؤال المطروح هو لنحدد معادلة المستقيم A B. إذن هنا نحدد أولا، إذن A B غادي يكون ذو المعادلة Y تساوي M X زائد B، و M غادي تكون ديال A B هي نديرو هي Y A ناقص Y B على X A ناقص X B. Y A تساوي ناقص 4، Y B تساوي 7 ناقص 7، X A تساوي 5 ناقص X B تساوي ناقص 1، إذا ناقص 11 على 6. هذا هو المعامل الموجه للمستقيم A B. AB يصبح ذو المعادلة Y يساوي ناقص 11 على 6 X زائد B. لنحدد B خصنا واحد النقطة كتنتمي للمستقيم AB. لدينا A تنتمي إلى AB، إذن نقدر نكتب لأن Y A كتساوي ناقص 11 على 6 X A زائد ب. y a اللي هو يساوي ناقص 4 ناقص 11 على 6 في x a اللي هو 5 ب. اذا هنا تساوي ناقص 4، هنا غنحسب هذه تساوي 55 على 6، غنجيبها لهنا تولي زائد 55 على 6 ب. اذا هنا غادي نحاول نوحد المقام، 6 ناقص 24 زائد 55 تساوي بي. إذن هنا أعطينا 31 على 6 هي بي. لدينا إذن وبالتالي قد يكون المستقيم AB ذو المعادلة Y يساوي ناقص 11 على 6 إكس زائد 31 على 6. السؤال الذي يليه هو: هل المستقيمان دي و أبي متقاطعان؟ هل أبي و دي متقاطعان؟ غادي نراقبوا المعامل الموجه ديالهم. لدينا ام ديال دي، غنرجعوا الاول، ام ديال دي راه معطى، هو هنا ام ديال دي يساوي 4، و ام ديال ا بي حسبناه مؤخرا اللي هو ناقص 11 على 6. بما انهما مختلفين اذا متقاطعين، بان ام ديال ا بي يساوي او يخالف ام ديال دلتا، فإنهما متقاطعان. شكرا على المتابعة.